بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن عشان نساعد السادة الطلاب وأولياء الأمور، أنا فاتح قدام حضراتكم الموقع بتاع إدمودو أو منصة التواصل في المدارس. حضراتكم زي ما أنتم شايفين فوق هنا العنوان new.edmodo.com new.edmodo.com. طبعا كلنا لو دخلنا هنا هنلاقي هذا الشكل باللغة العربية، ممكن نقلبه لغة إنجليزية. طبعا أول حاجة هنعملها هي تسجيل الدخول. لو أنا عندي أكاونت في اللحظة دي هنعمل تسجيل الدخول علشان نخش. تسجيل الدخول أنا هكتب يعني رقم عندي بتاع أحد الطلاب علشان نشوف هيشوف إيه بالظبط لما يخش. الطالب اللي أنا دخلت بالاسم بتاعه وكلمة السر هيخش، هيلاقي هذا المنظر للفصول بتاعته اللي هو متعود عليها مع إضافة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. طبعا الإضافة دي موجودة في مكانين. في صدر الصفحة هنلاقي هنا موضوع جديد اهو زي ما حضراتكم شايفين، المشروع البحثي لعام 2019-2020 مكتوب تحت يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDF على أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعريفي لأحد الطلاب المشاركين في البحث زائد السنة الدراسية زي ما شرحنا لحضراتكم في فيديو سابق، شرحنا الكلام ده. أنا بس عاوز أكبر دي عشان نشوف هنا المنظر ده ما كانش موجود لحد امبارح، بس دلوقتي هنلاقي المنظر ده قدامنا وهنلاقي هنا زرار اسمه افتح أو خش في هذا المكان. ده أول حاجة. طبعا انتوا حضراتكم شايفين الفصل ده في مدرسة معينة بتاع طالب معين عنده فصول دراسات الصف الاول اعدادي، رياضيات، عربي، علوم كده. في كل احد لو دخل في اي فصل من بتوعه هيشوف المشروع البحثي هنا وهيشوفه كمان على الشمال. لو حضراتكم لاحظتوا هنا مكتوب برضو المشروع البحثي، ممكن ادوس هنا او هنا. طب هنرجع للي في النص مكتوب اهو المشروع البحثي، هندوس افتح. اول ما ادوس افتح هيجيبني في الصفحة دي جاري تحملها زي ما حضراتكم شايفين، وعشان كده بنقول ما ندخلش كلنا في وقت واحد. مكتوب تاريخ الاستحقاق بتاع كأنه واجب وله وقت نسلمه فيه، مكتوب 15 مايو والحقيقة 16 مايو تاريخ الاستحقاق. لو كبرنا الصورة دي عشان نشوفها برضو مع حضراتكم هنلاقي، بس نصغرها شوية، مكتوب هنا المشروع البحثي عملك لم ينجز بعد لأنه لسه ما طلعناش الملف. انقر أدناه لإضافة استجابة نصية أو إرفاق ملفات أو إسقاطها مباشرة. طيب لو انا قاعد على كمبيوتر اقدر اجرجر الملف اللي انا عاوز احطه هنا وادوس اوكي وخلاص وانتهت الموضوع. طيب لو انا قلت ارفق هيقول لي ملف من الحاسب ولا في حتة معينة على الانترنت ولا موجود عندي في حقيبة الظهر على موقع ادمودو. لو كنت حطيته قبل كده ممكن اخده من حقيبة الظهر بتاعتي او من العنوان على شبكة الانترنت حطيته عليه او ملف من الحاسب نفسه. فانا ممكن اقول له طيب اديني ملف من الحاسب كده هيفتح عندي انا على الكمبيوتر بتاعي. طبعا كل واحد فيكم بيعمله هيفتح له عنده. لو انا خدت ملف من الملفات اي واحد من دول هختار حاجة بس PDF على سبيل المثال. يعني لو خدت الملف ده وقلت له اختار هذا الملف فهو زي ما حضراتكم شايفين بيطلع الملف على المنصة. فيش اكتر من كده، بقول له اختار، مفيش حاجه تانية غير كده. هو دلوقتي بيابلود او بيرفع الملف اللي حضراتكم شايفينه على منصه ادمودو. ده على فكره كل المطلوب، مفيش حاجه اكتر من كده. بنسيبه نشوف. انا معرفش الحقيقه الفايل اللي انا اخترته يعني شكله حجمه كبير او صغير، انما احنا سايبينه يرفعه. اول ما هيخلص العمليه دي هتلاقوا انه الزرار اللي مكتوب عليه تسليم الواجب نور، احنا كده هو بيرفعه، مازال بيرفعه. اول ما يخلص رفعه، وده معتمد على سرعة الشبكة اللي عند حضراتكم. فعشان كده بنقول اللي بيسلموا الكتروني بيبقى عندهم اسبوع كامل يعملوا فيه كده، ينقوا الفترات اللي الشبكة فيها مش زحمة قوي وحضراتكم كلكم حافظينها عشان يخش هنا، هيبقى السرعة بتاعت رفع الملف افضل من الوقت اللي الناس كلها بتخش فيه في نفس واحد يعني. ولكن ما يقلقش لان عنده اسبوع كامل فيقدر يعمله في اي وقت. بس هي الفكره لا تخرج عن كده، هو رفع الملف اهو، فانا هدوس هنا اقول له تسليم الواجب، يبقى الواجب بتاعه تم تسليمه. لو انا قلت تسليم
بيقول لي وانت مستعد؟ اقول له اه. هيقول لي خلاص طيب اوكي اهو. بص بقى مكتوب ايه هنا، تم تقديم العمل، سوف نعلم معلمك، مكتوب اهو، والفايل قدامنا ما دام احنا شايفينه يبقى خلاص. لو انا عاوز اقول حاجه للمعلم بتاعي هدوس هنا، لو عاوز اضيف معلومه اقول له حاجه عن الملف اللي انا ارققته، اتاكد اقول له انا ده ملف كذا خد بالك من كذا، ادوسها هنا. انما ايه ضمان الاستلام؟ ضمان الاستلام اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. انا هاجي هنا اقدر اشيل الملف ده او اعيد ارسال الواجب لو انا عملت حاجه غلط، اقدر اقول له طب انا عاوز ابعته تاني. ف هنا ممكن اقول له ارفق تاني، دي مراجعه جديده بعملها وانتهى الامر عند هذا الحد. مش مطلوب منكم اكتر من اللي انا بفرجه لحضراتكم، واتمنى ان دي يكون حاجه سهله ونقدر كلنا نعملها، وشكرا جزيلا.